ملف راه بيت القضاء زعما كانوا ملف بيت القضاء وحنا راه ثقتنا في القضاء زعما كامله بكونه زعما سلطه مستقله وكنتمناو ان هادشي يكون خير زعما الحمد لله ما طرا حتى شي اصابات في صفوف الطلبه لا حتى شي حاجه اصلا ما كان زعما الوقفه كانت سلميه وكنشكروا زعما هيئه الدفاع صراحه ونقيب المحامين اللي انضم لنا في هذه الوقفه زعما الجلسه الاستماع اللي كانت اليوم انضم لنا النقيب شكرا ليه وشكرا لهيئه الدفاع وكنتمنى ان هادشي يكون خير واننا ما نبقاوش زعما هادشي اللي طرا دابا هادو مشاكل جانبيه حنا كنا حنايا طلبه كنبغينا نحققوا غير المطالب ديالنا مطالب شرعيه وقفات سلميه ما كيطرا فيهم حتى شي حاجه كنتمنى ان هادشي ما يتعاود ما والو كاينه غير وقفه غير مرخص لها علما انه كاينه الترخيص زعما صافي هادشي وكاين عيسيان زعما اللي كاين ما كاين حتى شي حاجه حنا قلنا لهم راه ما كانش زعما الطلبه كان ما كانش عندهم الوقت للاخلاء صافي انفس معنا الانذار راه بدينا كنمشيو وكان صافي هادشي اللي كاين زعما ما كاينش شي حاجه وصراحه تعاملوا معنا مزيان داخل اللي كنقدر نقول لكم اننا كنثق في القضاء وان شاء الله انا متاكده انه حنا كنثق في القضاء اللي نقدر نقول لكم وحنا جايين هنا كندافع على التكوين ديالنا ما كندافعش على شي حاجه واحده اخرى جايين هنا باش نقراو كنعاودناش المسؤولين ماشي بحال هكا كيتحلوا المشاكل السي الوزير راه هضرنا بزاف هادي 10 شهور وحنا كنهضروا حسبي الله ونعم الوكيل كنعاود ناكد عليك انه ماشي بحال هكا كيتحلوا المشاكل راه بالعكس كتزيد الطين بلا الطلبه راه زدتي شعلتيهم وهادشي سي تريست وكتزيد تكره كدير لي في انفيرس هادشي ما نقول